وما زلنا مع جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصرية حول افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمقر جامعة بادية بمدينة السادس من أكتوبر. بعد التحية نتابع معكم من مدينة السادس من أكتوبر تفاصيل افتتاح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لمقر جامعة بادية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. هذه الجامعة التي تقع كما ذكرت في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة تتجاوز 160 ألف متر مربع، وتضم خمس كليات متنوعة بين الكليات العلمية والنظرية ككلية الطب البشري وأيضا طب الأسنان والعلاج الطبيعي والحاسبات وعلوم المعلومات. هذه الجامعة تم إنشاؤها بأحدث النظم التكنولوجية وتوفر مستوى عالمي من التعليم عن طريق الشراكة مع مركز جامعة تكساس الطبية بهدف توفير برامج لتبادل الخبرات وأيضا تدريب أعضاء هيئة التدريس وأيضا توفير مبادرات مشتركة في مجال البحث العلمي، وهو ما بدأ بالفعل حيث تم تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تحت إشراف متخصصين من جامعة تكساس الأمريكية، وهي جامعة مصنفة من 50 جامعة من أوائل 50 جامعة على مستوى العالم. أيضا هذه الجامعة جامعة بادية بتوفر منح للمتفوقين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذه المنح بتقوم بتغطية المصاريف الدراسية بشكل كامل، أيضا تقوم بتوفير تدريب للطلاب أثناء فترة الدراسة، كما يتم توفير فرص عمل أيضا بعد التخرج. بيأتي افتتاح هذه الجامعة في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم بهدف العمل على دعم رفع جودة التعليم وأيضا تدريب الشباب من أجل تأهيلهم لسوق العمل. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.